بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب الصف الحادي عشر العلمي، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في القسم الثالث من الفصل الثالث، وهو يدور حول مسببات الحركة الدائرية. في البداية نتعرف إلى مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها بعد نهاية هذا وبعد دراسة هذا الفصل. أولا، أن يستطيع الطالب أن يحسب القوة التي تحقق الحركة الدائرية. ثانيا، أن يشرح كيفية تفسير القصور الذاتي لاندفاع الأجسام إلى الخارج في الحركة الدائرية. ثالثا، أن يطبق قانون الجذب العام لنيوتن لإيجاد قوة الجذب بين كتلتين. والآن نبدأ رحلتنا مع هذا الفصل بدراسة القوة التي تؤدي إلى الحركة الدائرية. إذا نظرنا إلى كرة مربوطة بطرف خيط وتدور على مسار دائري وأفقي بمقدار سرعة ثابت كما هو موضح في الشكل، بما أن اتجاه السرعة يتغير باستمرار أثناء الحركة، فإن هذه الكرة تتعرض لعجلة مركزية في اتجاه مركز الحركة مقدارها AC، حيث أن AC كما سبق الدراسة تساوي حاصل قسمة VT تربيع تقسيم الR. فيحاول قصور الكرة الذاتي أن يحافظ على سيرها في خط مستقيم، إلا أن الخيط يمانع هذا الميل ببذل قوة على الكرة تخضعها للحركة في مسار دائري كما هو موضح في الشكل. فيمكن بتطبيق القانون الثاني لنيوتن إيجاد مقدار هذه القوة في الاتجاه المركزي، حيث أن FC ستساوي M ضرب AC. القوة المحصلة على الجسم في هذه الحالة، هذه القوة المحصلة متجهة نحو مركز المسار الدائري، فهي التي تحقق الحركة الدائرية للجسم. ومن هنا يمكننا حساب القوة التي تحقق الحركة الدائرية من خلال العلاقات. FC تساوي حاصل ضرب MVT تربيع مقسوما على الR، أي أن القوة التي تحقق الحركة الدائرية تساوي الكتلة مضروبة في مربع السرعة المماسية ومقسوما على المسافة بين الجسم ومحور الدوران. أو من خلال العلاقة FC تساوي MR أوميجا تربيع، بمعنى أن القوة التي تحقق الحركة الدائرية تساوي حاصل ضرب الكتلة في المسافة إلى محور الدوران ضرب مربع السرعة الزاوية. وتقاس القوة التي تحقق الحركة الدائرية في النظام الدولي للوحدات بالنيوتن، وهي لا تختلف عن أي قوة تمت دراستها من قبل. فمثلا تؤمن قوة الاحتكاك بين عجلات سيارة السباق والأرض القوة المركزية اللازمة لتمكين السيارة من متابعة حركتها الدائرية، كما تؤمن قوة الجذب بين الأرض والقمر القوة المركزية اللازمة لإبقاء القمر في مداره حول الأرض. وإذا أردنا أن نطبق هذه العلاقات ونستطيع أن نحسب من خلالها القوة التي تحقق الحركة الدائرية، فننطلق إلى التطبيق 3H صفحة 67، وسوف نقوم الآن بإذن الله بحل المسألة الأولى والثانية والثالثة من هذا التطبيق. تطبيق 3H صفحة 67. المسألة رقم 1 تقول: تجلس طفلة على دولاب مربوط إلى فرع شجرة بحبل طوله 2.10 متر، أي أن R تساوي 2.10 متر. إذا استكملنا المسألة، يدفع الوالد ابنته بسرعة مماسية مقدارها 2.50 متر كل ثانية، أي أن السرعة المماسية VT تساوي 2.50 متر لكل ثانية. إذا كان مقدار القوة اللازمة التي تحقق للطفلة حركتها الدائرية 88.0 نيوتن، أي أن FC تساوي 88.0 ووحدتها نيوتن.
المطلوب في هذه المسألة كم تكون كتلتها، أي أن الكتلة هي المطلوب. إذا المعطيات في هذه المسألة هي نصف القطر R والسرعة المماسية في T والقوة المؤثرة F C والمطلوب حساب الكتلة. هناك علاقة مباشرة تربط ما بينهم جميعا، حيث أن F C تساوي M V T تربيع تقسيم الأرض. المطلوب في هذه المسألة هو حساب الام. إذا يمكن جعل المسألة بالصورة اف سي ار ضرب ار تساوي ام في في تي تربيع، ومنها تكون قيمة الام من خلال علاقة مباشرة اف سي ضرب ار تقسيم في تي تربيع. وبالتعويض في هذه العلاقة عن قيم كل من القوة ونصف القطر والسرعة يكون كالتالي: 88.0 ضرب 2.10 تقسيم 2.50 الكل تربيع. بهذا الشكل يكون قيمة الام مساوية ل 29.6 كيلو جرام. المسألة رقم 2 في نفس الصفحة 67. يتحرك راكب دراجة بسرعة مماسية مقدارها 13.2 متر كل ثانية، أي أن في تي تساوي 13.2 متر لكل ثانية. إذا استكملنا المسألة نجد أنها تقول في مسار دائري نصف قطره 40.0 متر، أي أن R تساوي 40.0 متر. إذا كان مقدار القوة اللازمة لتحقيق الحركة الدائرية 377 نيوتن، إذن FC تساوي 377 نيوتن. كم تكون الكتلة الكلية للراكب والدراجة؟ أي أن المطلوب في هذه المسألة أيضا هو حساب قيمة الام بمعلومية كل من السرعة المماسية ونصف القطر والقوة. كما رأينا في المسألة السابقة أنه يمكن تحوير العلاقة الخاصة بالقوة بحيث نحصل منها مباشرة على قيمة الكتلة، بحيث تصبح M تساوي FC ضرب R تقسيم VT تربيع. وبالتعويض في هذه العلاقة عن قيمة القوة ب 377 ضرب قيمة نصف القطر 40.0 تقسيم قيمة السرعة المماسية 13.2 تربيع. وبإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية نجد أن قيمة الكتلة في هذه الحالة ستكون 86.5 كيلو جرام. المسألة رقم 3. يجلس طفل على مسافة 1.50 متر من مركز قرص، إذا R تساوي 1.50 من المتر. من مركز قرص يدور بسرعة زاوية 1.20 راديان لكل ثانية. نجد أنه في هذه الحالة تحول من السرعات المماسية كما في المسألتين 1 و 2 إلى السرعات الزاوية أوميجا، حيث أن أوميجا تساوي 1.20 راديان لكل ثانية. ما كتلة الطفل؟ أي أن المطلوب أيضا هو حساب كتلة الطفل. إذا كان مقدار القوة اللازمة لتحقيق حركته الدائرية 40.0 نيوتن، أي أن FC تساوي 40.0 نيوتن. والمطلوب في هذه المسألة هو حساب قيمة الكتلة M.
هناك علاقة مباشرة تربط ما بين القوة المركزية FC وهي المسببة للدوران وما بين كل من الكتلة الجسم ونصف قطر الحركة ومربع السرعة الزاوية. وحيث أن المطلوب في هذه الحالة هو حساب قيمة الام الكتلة، إذن يمكن تحويل العلاقة لتصبح أن ام تساوي حاصل قسمة القوة المسببة للدوران مقسومة على قيمة حاصل ضرب نصف القطر في مربع السرعة الزاوية. وبالتعويض في هذه العلاقة يكون 40.0 تقسيم 1.50 ضرب قيمة أوميجا وهي تساوي 1.20 الكل تربيع. وفي هذه الحالة تصبح قيمة الام بإجرارنا للحسابات مع مراعاتنا للأرقام المعنوية 18.5 كيلوغرام. القوة المركزية والحركة الدائرية. القوة المطلوبة لتحقيق الحركة الدائرية تكون عمودية على اتجاه الحركة، لذلك تغير القوة من اتجاه سرعة هذه الحركة باستمرار. وإذا ما اختفت هذه القوة وتوقفت عن التأثير، فإن الجسم لن يتمكن من متابعة حركته الدائرية، بل يتابع سيره في خط مستقيم مماس للدائرة. ولملاحظة ذلك، إذا نظرنا إلى الشكل نجد كرة مربوطة بطرف خيط وتدور في دائرة رأسية كما في الشكل. إذا ما انقطع الخيط في اللحظة التي تكون الكرة في هذا الموقع كما في الشكل، فإن القوة التي تحقق الحركة الدائرية تتوقف عن التأثير، فتتابع الكرة سيرها في الاتجاه الرأسي إلى أقصى ارتفاع. إنها تتابع حركتها كجسم ساقط تحت تأثير الجاذبية. أما إذا انقطع الخيط عندما تكون الكرة في أعلى الدائرة كما في الشكل الثاني، فإنها تنطلق في الاتجاه الأفقي المماس للدائرة، ومن ثم تتابع سيرها على القطع المكافئ لحركة مقزوف. الحركة الدائرية للجسم. الحركة الدورانية للجسم. لكي نفهم الحركة الدورانية للأجسام، نفترض أن سيارة دخلت بسرعة كبيرة في منعطف دائري إلى اليسار. عندما ينحرف السائق بسرعة إلى اليسار، يندفع الراكب إلى اليمين نحو باب السيارة. يمنع باب السيارة الراكب من الاندفاع إلى الخارج، ما الذي يدفع الراكب أساساً في اتجاه الباب؟ أحد الأجوبة الشائعة على هذا السؤال هو أنه من الضروري وجود قوة قادرة على دفع الراكب إلى الخارج. هذه القوة تسمى خطأ قوة الطرد المركزية. إن التفسير الصحيح لهذه الظاهرة هو كما يلي: فقبل دخول السيارة في المسار الدائري كان الراكب في داخلها يتحرك في خط مستقيم. عند دخول السيارة في مسار مائل يحاول الراكب نتيجة لقصوره الذاتي متابعة سيره في المسار المستقيم الأساسي. يتطابق هذا التفسير مع القانون الأول لنيوتن الذي يفيد بأن الميل الطبيعي للجسم المتحرك هو أن يتابع سيره في خط مستقيم وبسرعة ثابتة، ما يؤدي إلى خلط بين القصور الذاتي وما يسمى قوة الطرد المركزية. إذا توفرت قوة مركزية كافية لتحقيق الحركة الدائرية للراكب، فإنه يتابع حركته الدائرية مع السيارة. تتوفر هذه القوة التي تحقق الحركة الدائرية للراكب من الاحتكاك الحاصل بين السائق ومقعد السيارة. إذا كانت قوة الاحتكاك هذه غير كافية، فإن الراكب ينزلق عن المقعد عند انحراف السيارة. يتم ذلك نتيجة للقصور الذاتي للراكب الذي يدفعه إلى متابعة سيره في مسار مستقيم. يتابع الراكب انزلاقه إلى أن يصطدم بالباب الذي يؤمن له القوة المركزية الكافية التي تمكنه من متابعة الحركة الدائرية مع السيارة. لا ينزلق الراكب في اتجاه الباب بقوة طرد خفية، بل نتيجة
لعدم وجود القوة المركزية اللازمة لتحريكه مع السيارة. تطبيقات على هذه الفكرة في الفيزياء والحياة. أولا، البيتزا. من أجل صنع رقاقة البيتزا، يرمي صانع البيتزا عجينتها في الهواء بعد غزلها بقوة. لماذا يؤدي ذلك إلى اتساع رقاقة العجين هذه؟ الجواب: لأن لكل نقطة من نقاط الرقيقة ما عدا المركز ميل قصوري للحركة بخط مستقيم، فتمنع قوة تماسك العجين من التطاير. أيضا من الأمثلة على هذه الفكرة الأرجوحة الدائرية. كما هو موضح بالرسم، تغزل الأرجوحة الدائرية ركابها الجالسين في مقاعد مربوطة إلى أعلى بحبال رأسية. لماذا تنحرف الأرجوحة وتبتعد عن المركز عندما يبدأ عمود الأرجوحة في الدوران؟ الجواب: يؤدي القصور الذاتي إلى دفع الأرجوحة والركاب إلى الخارج، فتؤمن السلاسل القوة التي تحقق الحركة الدائرية للأرجوحة وركابها. من هنا انطلق إلى أحد التطبيقات المباشرة على الحركة الدورانية، وهو قانون نيوتن للجذب العام. كلنا يعلم أن الكواكب تدور حول الشمس في مدارات شبه دائرية، وكما ذكرنا من قبل فإن القوة التي تمنع تلك الكواكب من متابعة مسارات مستقيمة هي قوة الجاذبية، حيث أن قوة الجاذبية قوة مجالية بين أي جسمين بغض النظر عن الوسط الذي يفصل بينهما. وتوجد هذه القوة ليس فقط بين الأجسام ذات الكتل الكبيرة كالشمس والأرض والقمر، بل بين أي جسمين مهما كان حجمهما أو تركيبهما. هناك مثلا قوة جذب مشتركة بين مقعدين في غرفة الصف، إلا أن مقدارها صغير جدا بالنسبة لقوة الجذب التي بين القمر والأرض. قوة الجذب تتناسب طردا مع حاصل ضرب كتلتي الجسمين، فتشد قوة الجاذبية الجسمين الواحد في اتجاه الآخر كما هو موضح في الشكل. نجد أنه يحدث هناك تفاعل قائم بين الأرض والقمر، حيث تكون قوة التفاعل جاذبية. ونذكر هنا بأن القانون الثالث لنيوتن ينص على أن القوة التي تؤثر بها الأرض في القمر هي F Earth، وهي تساوي في المقدار وتتعاكس في الاتجاه مع القوة F Moon التي يؤثر بها القمر في الأرض. من هنا يمكننا تعريف قوة الجاذبية بأنها قوة التجاذب المتبادل بين أي جسمين. ونلاحظ هنا أيضا أن هذه القوة يتم حسابها بوحدة النيوتن. وإذا كانت المسافة بين مركزي الكتلتين هي R، فإن قوة الجذب أيضا تعتمد على المسافة بين الكتل، فيكون مقدار الجذب بينهما وفقا لقانون نيوتن للجذب العام هي أن FG تساوي G M1 M2 تقسيم R تربيع، بمعنى أنها تساوي حاصل ضرب مقدار ثابت في الكتلة الأولى والكتلة الثانية مقسوما على مربع المسافة بين مركزي الكتلتين، حيث أن G هو ثابت يسمى ثابت الجذب العام، ويمكن استخدامه لحساب قوة الجاذبية بين أي كتلتين. والقيمة المختبرية لهذا الثابت هي 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن في متر مربع تقسيم كيلوغرام تربيع، حيث يعتبر قانون الجاذبية العام هو أحد أمثلة قانون مقلوب المربع، وذلك لأن القوة تتناسب طردا مع مقلوب مربع المسافة الفاصلة، ويعني ذلك أن قوة الجذب بين الكتلتين تتناقص تبعا للزيادة المسافة بين مركزيهما.
إذا أردنا تطبيق ذلك على حسابنا لعجلة الجاذبية الأرضية، نلاحظ تأثير قوة الجاذبية عند مركز الكتلة الكروية. فتؤثر الكتلة الكروية في جسيم يقع في مركزها، يقع خارجها، بقوة جاذبية مشابهة للقوة التي يؤثر بها جسيم يقع عند مركز تلك الكرة وله كامل كتلتها. فمثلا القوة التي تؤثر بها الكرة الأرضية في جسم كتلة M موجود على سطح الأرض لها هذا المقدار FG تساوي J ME M تقسيم RE تربيع، حيث ME هي كتلة الكرة الأرضية، RE نصف قطرها، ويكون اتجاه هذه القوة نحو مركز الأرض. لاحظ أن هذه القوة هي في الحقيقة وزن تلك الكتلة أي MG، ومقدارها MG تساوي G ME M على RE تربيع. ويمكننا بتعويض القيم الحقيقية لكتلة الأرض ونصف قطرها إيجاد قيمة G ومقارنتها بعجلة السقوط الحر المستخدمة في هذا المنهاج، فنجد أن القيمة ستساوي 9.83 متر كل ثانية تربيع، وهذه قيمة قريبة من القيمة المستخدمة. الفرق بينهما ناتج عن تدوير قيمتي كتلة الأرض ونصف قطرها. تطبيق 3ط صفحة 71، وسنقوم الآن بإذن الله بحل المسألتين الثانية والثالثة منه إن شاء الله. مسألة رقم 2 صفحة 71، تبلغ كتلة كوكب المريخ 6.4 ضرب 10 أس 23 كيلو جرام. نعتبر أن كتلة كوكب المريخ هي M1 تساوي 6.4 ضرب 10 أس 23 كيلو جرام، وكتلة قمره فوبوس 9.6 ضرب 10 أس 15 كيلو جرام. نعتبر أن هذه الكتلة M2، 9.6 ضرب 10 أس 15 كيلو جرام. إذا كان مقدار قوة الجاذبية بينهما 4.6 ضرب 10 أس 15 نيوتن، FE تساوي 4.6 ضرب 10 أس 15 نيوتن. كم تكون المسافة بين المريخ وفوبوس؟ أي أن المطلوب هو حساب قيمة الأرض. ومن المعلوم أن قيمة الثابت G تساوي 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن في متر تربيع لكل كيلو جرام تربيع. في هذه الحالة نقوم بالتعويض في العلاقة المباشرة، FG تساوي G ضرب M1 M2 تقسيم R تربيع. المطلوب هو حساب قيمة الـ R، إذن يمكن وضع العلاقة بصورة R تربيع ضرب FG تساوي G ضرب M1 M2، ومنها R تربيع تساوي حاصل قسمة G مضروبة في M1 M2 تقسيم الـ FG، أي أن قيمة R سوف تساوي الجذر التربيعي لهذه العلاقة G ضرب M1 M2 تقسيم FG،
وفيها يمكن التعويض مباشرة، حيث أن R ستساوي الجذر التربيعي لحاصل ضرب G M1 M2 تقسيم F G، وبالتعويض من المعطيات قيمة G 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 ضرب الكتلة الأولى وهي كتلة الكوكب المريخ 6.4 ضرب 10 أس 23 ضرب قيمة الكتلة كتلة القمر 9.6 ضرب 10 أس 15 تقسيم قيمة القوة وهي تساوي 4.6 ضرب 10 أس 15. ومنها يمكن حساب قيمة الآر مباشرة بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية في الحساب. سنجد أن قيمة R تساوي 9.4 ضرب 10 أس 6 متر. المسألة رقم 3، جد مقدار قوة الجاذبية التي تؤثر في شخص كتلته 67.5 كيلوغرام، أي أن الكتلة الأولى M1 تساوي 67.5 كيلوغرام. لدى وقوفي على سطح كل من الكواكب التالية، أعطانا ثلاث كواكب، نأخذ الحالة الأولى منهم. في الحالة الأولى الكوكب هو كوكب الأرض، حيث أن الكتلة 5.98 ضرب 10 أس 24، أي أن M2 تساوي 5.98 ضرب 10 أس 24 كيلو جرام. وقيمة R تساوي 6.37 ضرب 10 أس 6 متر. ولا ننسى هنا قيمة الثابت G تساوي 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن في متر تربيع لكل كيلو جرام تربيع. بكتابة العلاقة، حيث أن المطلوب هو حساب مقدار قوة الجاذبية الـ FG. FG تساوي الثابت مضروبا في قيمة الكتلة الأولى الكتلة الثانية مقسوما على مربع المسافة. وبالتعويض ستة فاصل ستمية ثلاثة وسبعين ضرب عشرة أس سالب 11 ضرب قيمة الكتلة الأولى 67.5 ضرب قيمة الكتلة الثانية وهي كتلة الأرض 5.98 ضرب 10 أس 24، كل هذا مقسوما على قيمة مربع R 6.37 ضرب 10 أس 6 الكل تربيع. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية، سنجد أن قيمة FG في هذه الحالة ستساوي 664 نيوتن. الحالة الثانية كوكب المريخ، حيث أن كتلته 6.34 ضرب 10 أس 23 6.34
34 ضرب 10 أس 23 كيلو جرام. وR في هذه الحالة ستكون قيمتها 3.43 ضرب 10 أس 6 متر. أيضا في هذه الحالة لا ننسى قيمة الثابت ونؤكد عليه 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 ووحدته نيوتن في متر تربيع لكل كيلو جرام تربيع. أيضا المطلوب في هذه الحالة هو حساب قوة التجاذب المتبادل ما بين الجسم وكوكب المريخ وبالتعويض في العلاقة، حيث أن FG تساوي قيمة الثابت مضروبا في كتلة الشخص ضرب كتلة المريخ مقسوما على مربع نصف القطر، حيث هو البعد ما بين مركز الكتلة والشخص. وبالتعويض 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 ضرب قيمة الكتلة الأولى 67.5 ضرب قيمة كتلة المريخ 6.34 ضرب 10 أس 23 مقسوما على مربع المسافة 3.43 ضرب 10 أس 6 تربية. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية في هذه الحالة أيضا سنجد أن القيمة ستساوي 243 نيوتن. الحالة جيم كوكب بلوتو، حيث أن M تساوي 5 ضرب 10 أس 23 كيلو جرام، و R تساوي 4 ضرب 10 أس 5 متر. ولا ننسى قيمة الثابت 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن في متر مربع لكل كيلو جرام مربع. حسابنا المطلوب أيضا في هذه الحالة هو حساب قيمة FG. هنا العلاقة FG تساوي ثابت مضروبا في قيمة الكتلة الأولى الكتلة الثانية مقسوما على مربع البعد. وبالتعويض 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 ضرب قيمة الكتلة الأولى 67.5 ضرب قيمة كتلة كوكب المريخ كوكب بلوتو 5 ضرب 10 أس 23 تقسيم مربع البعد R 4 ضرب 10 أس 5 تربيع. يكون أن FG بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية ستساوي 1 ضرب 10 أس 4 نيوتن. مراجعة القسم صفحة 71. السؤال الأول: تتحرك عربة متزحلقة داخل حلقة رأسية بمقدار سرعة ثابت، حيث يصبح راكب العربة رأسا على عقب عند أعلى نقطة. ما اتجاه القوة التي تمكن العربة والراكب من الدوران في دائرة؟ وما مسبب هذه القوة؟ الجواب للجزء الأول يكون نحو مركز المسار، وللجزء ما سبب هذه مسبب هذه القوة يكون الجواب المسار والجاذبية. السؤال الثاني: حدد القوة التي تحقق
الحركة الدائرية فيما يلي: ألف، راكب دراجة يسير في مسار دائري مسطح. ب، دراجة تسير في مسار دائري مسطح. ج، زلاجة تنحرف عند زاوية مضمار. الجواب للحالة ألف: قوة مقعد الدراجة على الراكب والاحتكاك بين الراكب والمقعد، والقوة التي تمسك بها ساق الراكب بالمقعد. ب، الاحتكاك بين الإطارات والمسار. ج، قوة التعامد من الجزء المنحني من المسار. باقي مراجعة القسم. ثلاث مسائل، سنقوم بإذن الله بحل المسألتين رقم 3 و4 منهم. مراجعة القسم صفحة 71، المسألة رقم 3. يجلس شخص كتلته 90.0 كيلو جرام، أي أنه في هذه الحالة بعتبر M1 تساوي 90.0 كيلو جرام. هذا الشخص يجلس على بعد 1.0 متر من شخص آخر كتلته 60.0 كيلو جرام، أي أن M2 تساوي 60.0 كيلو جرام، وفي هذه الحالة R تساوي 1.0 متر. ما مقدار قوة الجذب بينهما؟ أي أن المطلوب في هذه الحالة هو حساب قيمة الـ FD. المسألة مباشرة، حيث أنه يجب فيها التعويض مباشرة في العلاقة. العلاقة FG تساوي G ضرب M1 M2 تقسيم R تربيع. بالتعويض في العلاقة بمعلومية قيم المعطيات، حيث أنكم ما ذكرنا في المسألة السابقة قيمة الجي 6.673 ضرب 10^11 ضرب قيمة الكتلة الأولى 90.0 ضرب قيمة الكتلة الثانية 60.0 مقسومة على قيمة المسافة بينهما 1.0 تربيع. وبإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية يمكن لنا الحصول على قيمة القوة مباشرة، وأنها ستساوي 3.60 ضرب 10^7 نيوتن. مسألة رقم 4. يجلس شخص كتلته 90.0 كيلو جرام في دوامة في مدينة العاب، أي أن الكتلة هنا M تساوي 90.0 كيلو جرام. الدوامة في مدينة العاب تدور بسرعة زاوية 1.15 راديان لكل ثانية، أي أن أوميجا تساوي 1.15 راديان لكل ثانية. إذا كان نصف قطر الدوامة 11.5 متر، أي أن R تساوي 11.5 متر. المطلوب ما مقدار القوة التي تحقق الحركة الدائرية للراكب؟ أي أن المطلوب هو حساب القوة المؤثرة المسببة للحركة الدائرية FC. هناك علاقة مباشرة تربط ما بين القوة المسببة للحركة الدائرية والسرعة الزاوية وكتلة الجسم ونصف القطر، حيث أن FC تساوي M ضرب R ضرب أوميجا تربيع. أي أن القوة المسببة للحركة تساوي حاصل ضرب الكتلة في نصف القطر في مربع السرعة الزاوية. وبالتعويض في هذه العلاقة عن قيمة الكتلة 90.0 ضرب قيمة نصف القطر 11.5 ضرب قيمة مربع السرعة الزاوية، أي 1.15 تربيع.
بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية في الحساب سنجد أن قيمة الـ FC تساوي 1.37 من 100 ضرب 10 أس 3 نيوتن. والآن ننتقل إلى مراجعة الفصل صفحة 89. السؤال رقم 27: تخيل أنك تربط جسما ثقيلا في طرف زنبرك وتحركه في دائرة أفقية، وأنت تمسك بالطرف الثاني للزنبرك، هل يستطيل الزنبرك؟ اشرح إجابتك بدلالة القوة التي تسبب الحركة الدائرية. الجواب: نعم، فالجسم يتحرك بمسار حلزوني مع ازدياد في مسافته إلى الخارج إلى أن تصبح قوة الشد في الزنبرك كافية لإبقاء الجسم على نصف قطر ثابت. سؤال 28: لماذا لا تسقط المياه من قعر دلو؟ يدور في دائرة رأسية وبسرعة كافية كما في الشكل. الجواب: يبذل الدلو قوة إلى أسفل لإبقاء الحركة دائرية، ويبقى الماء في الدلو حتى عندما يكون الدلو مقلوبا، لأن للماء والدلو العجلة نفسها. سؤال 29: حدد تأثير كل من الكتلة والمسافة في قوة الجاذبية. الجواب: قوة الجاذبية تتناسب مع الكتلة طردا ومع مربع المسافة عكسية. سؤال 30: اشرح الفرق بين العجلة المركزية والعجلة الزاوية. الجواب: العجلة المركزية تتجه إلى مركز المسار الدائري، بينما العجلة الزاوية هي التغير في السرعة الزاوية خلال فترة زمنية معينة. سؤال 31: علق على النص التالي: لا توجد جاذبية في الفضاء البعيد. الجواب: الأجسام متباعدة بشكل يجعل القوى بينها ضعيفة نسبيا. السؤال التالي: اشرح لماذا لا تكون الأرض كروية بشكل تام، ولماذا تنتفخ عند خط الاستواء؟ الجواب: لأن القوى الممسكة بالأرض غير كافية لمقاومة القصور الذاتي للنقاط الواقعة على خط الاستواء. السؤال رقم 33: نتيجة لدوران الأرض، أيكون وزنك أكبر عند خط الاستواء أم عند القطبين؟ اشرح. الجواب: على خط الاستواء، أن هناك جزء من قوة الجاذبية يبقيك في حركة دائرية، ما يجعل قوة جذب الأرض أو الوزن أقل. سؤال 34: لماذا يتطاير الطين العالق بحافة دولاب يدور بسرعة عالية؟ الجواب: يتجاوز القصور الذاتي لقطع الطين العالق قوة التماسك، والتي تبقي الطين ملتصقا بالعجلة، وبالتالي يتطاير الطين. السؤال التالي: لا يكون رواد الفضاء العائمون في مركبة فضائية في مجال جاذبية صفري، لماذا يبدو الرواد مع ذلك عديمي الوزن؟ الجواب: لأن لرواد الفضاء والمركبة العجلة نفسها،
وهي عجلة الجاذبية. نتيجة لذلك يرى الرواد الأشياء في حالة سكون، فيعتقدون أن لا قوة تؤثر فيهم. سؤال رقم 36: تحرك فتاة كرة مربوطة بطرف خيط في دائرة رأسية، هل تكون قوة شد الخيط أكبر من وزن الكرة عند أدنى نقطة من مسار الكرة؟ الجواب نعم، يجب على الخيط بذل قوة تساوي وزن الكرة وقوة أخرى دائرية تحفظ الحركة الدائرية. والآن إلى المسائل. المسألة رقم 39 والمسألة رقم 40، وسنقوم بحلهم الآن بإذن الله. مسألة رقم 39: يبلغ مقدار قوة الجاذبية بين متعلمين جالسين في حصة الفيزياء 3.20 من 100 ضرب 10 أس سالب 8 نيوتن، أي أن FE 3.20 من 100 ضرب 10 أس سالب 8 نيوتن. إذا استكملنا المسألة، إذا كانت كتلة المتعلم الأول 50.0 كيلو جرام، أي أن M1 تساوي 50.0 كيلو جرام، وكتلة الثاني 60.0 كيلو جرام، أي أن M2 تساوي 60.0 كيلو جرام. كم تكون المسافة بينهم؟ أي أنا المطلوب في هذه الحالة هو حساب قيمة الأر بمعلومية كل من القوة والكتلتين ومقدار الثابت طبعا من الثوابت المستخدمة 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن متر مربع لكل كيلوغرام تربيع. المطلوب حساب قيمة الأر، يمكن ذلك من خلال العلاقة المباشرة FG تساوي الثابت مضروبا في الكتلة الأولى والكتلة الثانية مقسوما على مربع الأرض. ومنها يمكن صياغة العلاقة بالشكل أن R تربيع تساوي G M1 M2 تقسيم الـ FG. ومنها يمكن إيجاد قيمة الR مباشرة باستخدام قيمة الجذر التربيعي للعلاقة، فتكون كالتالي: G M1 M2 تقسيم FG. وبالتعويض في هذه الحالة نقول أن R ستساوي الجذر التربيعي حاصل ضرب الثابت 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 ضرب قيمة الكتلة الأولى 50.0 ضرب قيمة الكتلة الثانية 60.0 مقسوما على قيمة القوة المتبادلة بينهما 3.20 ضرب 10 أس سالب 8. بإجراء الحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن قيمة الأر تعادل 2.50 من 100 متر. مسألة رقم 40 من صفحة 90: إذا بلغت قوة الجاذبية بين الإلكترون وكتلته 9.11 ضرب 10 أس سالب 31 كيلوغرام، أي أن الكتلة الأولى تساوي 9.11 ضرب 10 أس سالب 31 كيلوغرام، والبروتون وكتلته 1.678 من 1000 ضرب 10 أس سالب 27، أي أن M2
تساوي 1.678 ضرب 10 أس سالب 27 كيلو جرام. في ذرة الهيدروجين 1.0 ضرب 10 أس سالب 47 نيوتن، أي أن اف جي المتبادلة بينهما ستساوي 1.0 ضرب 10 أس سالب 47 نيوتن. المطلوب كم تكون المسافة بين الجسمين؟ أي أن المطلوب هو حساب قيمة الآر. إذن المجهول في هذه الحالة هو قيمة الآر، المسافة بين الجسمين. أوجد لنا القوة المتبادلة بينهما وكتلة كل من الجسمين، لكن يجب أولا كتابة مقدار الثابت 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 نيوتن في متر تربيع لكل كيلوغرام تربيع. يمكن في هذه الحالة استخدام العلاقة المباشرة لحساب قيمة الآر والتي سبق أن حصلنا عليها من المسألة السابقة، حيث أن آر ستساوي الجذر التربيعي لحاصل ضرب جي ام 1 ام 2 تقسيم اف جي. وبالتعويض في هذه المعادلة عن قيم الكتل والقوة والثابت 6.673 ضرب 10 أس سالب 11 ضرب قيمة الكتلة الأولى 9.11 ضرب 10 أس سالب 31 ضرب قيمة الكتلة الثانية 1.678 ضرب 10 أس سالب 27 مقسوما على قيمة القوة المتبادلة بينهما 1.0 ضرب 10 أس سالب 47. بإجراءنا للحسابات مع مراعاة الأرقام المعنوية سنجد أن قيمة R في هذه الحالة ستساوي 1.0 ضرب 10 أس سالب 10 من المتر.